يلا فائز، وينك فائز؟ يلا شباب نبلش السمون، نروح ان شاء الله. يلا ماشي انطلقوا. ماشي السالفة صار لك؟ ماشي يلا. وين الميحون؟ السلام عليكم اعزائي اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. نلتقي وياكم اليوم بفيديو جديد ولعبه ماينكرافت وسيرفر اراء 50. الفيديو هذا سجلته الاسبوع اللي فات، رحنا اني وفائز وحمزه وجمعه، رحنا للنذر. بصراحه اني وفائز كنا محتاجين نجمع كوارتز، عندنا مشاريع هوايه ان شاء الله ورانا، فمحتاجين كوارتز. فاجوا ويانا الشباب حمزه وجمعه، ساعدونا مشكورين. طبعا اول ما دخلنا لل اكو شو مشكله صارت، ليش الصوت مال الشباب موجود؟ الشباب طبعا موجودين كانوا وجايين ويانا تيم سبيك، بس صار مشكله ببرنامج مال التسجيل، الصوت راح مال اللعبه، صوت الشباب. ف المشكله هذه يعني خلتني انه انزل المقطع تقريبا بدون صوت، يعني بمقاطع، جزء مقاطع بيها صوتي. فرحنا طبعا احنا نجمع كوارتز، و مثل ما قلت لكم الشباب جمعة وحمزة بلشوا ويا هذول الزومبي الحراس اللي موجودين بالنذر، وسوينا عملية تصفية لهذول الزومبي. مع ذلك جمعنا كوارتز كمية كلش خوش كمية، والشباب ساعدوني. حمزة وجمعة ايضا جمعونا وساعدونا، مشكورين. طبعا رحلتنا بالنذر طولت حوالي ساعة ونص الى ساعتين، بس انا حاولت اختصر بالوقت قدر الامكان. طبعا الكوارتز موجود بالنذر بكمية لا بأس بيها، بس بالنسبة لعددنا احنا كلاعبين واعضاء السيرفر، يعني الكمية اللي موجودة ما اقول قليلة، لكن هي موجودة باماكن جدا صعبة وجدا خطرة، لانه بالتأكيد الاعضاء يعني يحاولون قدر الامكان انه يجمعون من الاماكن السهلة، فاحنا اضطرينا نجمع من المناطق، كل المناطق يعني حتى المناطق الصعبة والمناطق العالية، حاولنا نصعد ونجمع اكبر عدد نقدر، لانه محتاجين مثل ما قلت لكم كمية كلش كبيرة من عنده. ومشاريعنا مثل ما تعرفون هواية ان شاء الله، ضربة واحدة عمود شغلات جديدة، كل شيء كنت اشوفه كنت اجمع، يعني حتى جلوستون كنت اجمع، ما عندي سليفتات الصراحه، عندي فقط اي شيء يفيد للبناء فورتشن 3 كنت استخدمه. لا حتى جلوستون الشباب قسم البلوكات مال جلوستون هم شالوها، يعني اللي عنده سليفتات يضحك هو يجمعها، سليفتات افضل. بس بالنسبه لي انا جبت الفورتشن 3 لانه بالاساس انا جاي اجمع بس هذا البو، تراني فقير. قص 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 وقعتني والله والله، القص وقعتني ودمجتني، بقال شوي وانا واموت. يا حقير يا حقير، وعليا ليشنا عليا بعدها الكورتز مالتها عبالك شو اسمه. خلاكل خلاكل والله، اصعد له اصعد له. يا شكرا شباب، شكرا. زين انا الحذاء مطوره، كان باقي لشوي وينكسر مصلحه. اه
احولهن، خلي احولهن، والله خلي احولهن احسن. طبعا هنا أنا الشباب هم ساعدوني وكسروا جزء من البلوكات اللي جمعوهن وطوني اياها، اخذتهن مشكورين. طبعا الشباب ساعدوني كلش هواية برحلتنا هذه. اه وينك؟ مشكلة ذولا خاف يتخبلون علينا يلحقونا كنا. خلنا نصور جمعة، خلنا نصور جمعة، خلنا نقولهم شوفوا جمعة جاي يسوي. طبعا مثل ما تشوفون الشباب جمعة حاط بلوكتين وصاعد فوقها، هذول الزومبي ما يقدر يقمزون اعلى من البلوكتين يعني، بينما جمعة يقدر يقتلهم وهو واقف بمكانه. طبعا هذول الزومبي ما تقتلهم، اضافة للاكس بي ينطيك جولد نجت ويعطيك أسلحة مطورة، بس دائما تكون جولد على اعتبار السيرفر حاليا بالنورمال. شنو هاد؟ هاك هذا. لك لا 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 لا. هاي شنو؟ والله والله خوش بيه تطوير، هذا يتطور ويا مالتنا لو ما يرهم. لا يمكن الا الا دايموند. اوه لك دروعي، هاي شنو؟ متدمرة دروعي. هذا واحد من الزومبي الحقراء اتحارش بيه ما اعرف ليش وضربني، بس الشباب ما قصروا وياه، قعدوا قارب وبنوا داير مداير، وجو جماعته يدافعون عنا، وجينا خليناهم كلهم بنفس المكان هذا ودفناهم كلهم. طبعا هذا الموب هو موب اساسي بالنذر، الزومبي بيجمن، هو من اسمه يعني هو نصف زومبي نصف خنزير. هذا النوع من الزومبي ما يهجم عليك، لكن اذا هجمت على واحد من افراده فكل الافراد كل المجموعة يهجمون عليك، على الشخص اللي هجم على الفرد الواحد من عندهم، فيجتمعون كلهم على واحد. من الموبز او الوحوش الاخرى الموجودة بالنذر الجاست. الجاست الهيت بوينت او نقاط الاصابة مالتها ضعيفة، لكن الضربة مالتها جدا قوية وتسبب انفجار جدا قوي اشبه بانفجار الكريبر. عندك الماجما كيوب اشبه بالسلايم، يعني من تضربه يتجزأ الى موبات او الى وحوش اصغر، تضربها تتقسم الى وحوش اصغر. عندك البلايز من اقوى الموبس او الوحوش الموجوده، موجوده قرب قلعه النذر. عندك الوثر سكيلتون والسكيلتون. الوثر سكيلتون عاده لونه يكون رمادي غامق، طبعا اقرب للاسود، ويحمل سيف، وعاده هذا ممكن تجمع من عند الرؤوس اللي تحصل من عند الوذر بوس. السكيلتون موجود مثل الموجود في العالم الحقيقي. وعندك التشيكن جوكي. تشيكن جوكي هو موبس صغيروني، او يا اما يكون يعني زومبي، او هذا الموبس نفسه اللي نصفه خنزير على نصفه زومبي، راكب على دجاجة. وعندك الاندرمان، كلنا نعرف الاندرمان موجود حتى في العالم الحقيقي. هذه اهم الموبس الموجودة بالنذر. جمعنا خوش كمية من الكوارتز، انا جمعت حوالي ستاكين وشوية، وستاكين ونص تقريبا. ساعدني جاب لي حمزة وجمعة، كل واحد جاب لي تقريبا ستاك، مشكورين. فأس كان دا يجمع إلى ايضا، هو عنده اكثر من مشروع مثل ما قلنا، ف
فكملنا جمع الكوارتز وبدربنا، كان يعني جلوستون اي شيء اي حجر كنا نجمع ويان مثل ما تشوفون الاماكن، يعني مكان مرتفع او شيء، وبنفس الوقت ما اريد يوقع يعني لا يروح باللافا او شيء. فكنت احاول قدر الامكان انه يعني ما اخلي شيء يوقع. ف قمت ابني يعني سويت شلون المظله وقمت اصعد لي فوق واغلق الكوارتز من الاسفل واسوي مثل الغرفه واصعد افلش اجمع الكوارتز كله وارجع انزل. يعني هي طريقه شويه يعني مو مال المحترفين، بس بالنسبه لي افضل مما اخسر ان اوقع واموت، او انه اخسر الكوارتز ويوقع ويحترق باللافا. طبعا بعد ما كملنا جمع، هو ما كملنا بس يعني وصلنا في المرحلة انه خلاص هاي كافي خلنا نرجع بعدين نكمل. انا بالنسبة لي دروعي وصلت مرحلة انه راح تنكسر، واني صراحة دروعي مطورهن وما اريد اخسرهن، يعني اذا انكسرن بعد يعني صعب انه اجمع التطويرات مالتها، فانه اصلحها افضل حتى لو اخسر اكس بي اكثر زيادة. فرجعنا اعتياد العالمنا وبلشنا نهيئ للمكان. انا بالنسبة لي بلشت اهيئ للمكان اللي راح ابلش بيه المشروع اللي دا اجمع بيه الموارد. الصراحة صار لي فترة اجمع موارد، رحت لمنطقة ثلجية رحت اجمع ثلج كرات ثلجية وسويت مكعبات مال ثلج، يعني الصراحة الكوارتز ما يكفي وعندي اكثر من مشروع. البلوكات اللي بيه يفضل ان تكون لونها ابيض، فالثلج يعني متوفر خاصة المنطقة الأساسية اللي احنا انطلقنا بيها. بالنسبة للمشروع، شنو هو المشروع؟ بصراحة ما راح اقولكم شنو المشروع، بس احنا شوية شوية من الحين نبلش ونبدي نشتغل بيه راح يبين شوية شوية. اتمنى ما كنت طلعت عليكم بالفيديو، بس يعني كان لازم يعني هذا مختصر جدا للرحلة. الرحلة مالتنا طولت فترة طويلة، بس يعني حاولت اختصر قدر الامكان، وبنفس الوقت يعني ما حبيت انه الحلقة الجاية او الحلقة اللي بعدها ندخل فجأة واحنا ويانا كوارتز والشباب يقولون شوك جمعتوهن وما شفتوهن ما شفناهن، وخاصة بعض الشباب طلبوا من عندنا انه حلقة جميع موارد. فما ادري يعني اذا اكو بعد من الشباب عندنا صديق عدي طلب حلقة تجميع موارد، فنشوف يعني اذا اكو اكثر من مقترح انه نسوي حلقة تجميع موارد ان شاء الله نسوي حلقة تجميع موارد بعد الامتحانات الشباب، لانه مثل ما تعرفون الشباب حاليا غير متفرغين ومدى يدخلون للسيرفر. وهذه الحلقة صورتها ويا الشباب قبل اسبوع تقريبا، بس ما صار لي مجال انزلها اليوم، يلا قدرت انزلها وان شاء الله ان شاء الله انا راح استمر ادخل يعني كل فترة وفترة. انا صراحة مو كل الاوقات ادخل، بس ان شاء الله خلال هالفترة احاول اكمل على الاقل اسوي لي مشروع او اثنين بالسيرفر ان شاء الله. وبهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى اذا عجبكم الانترو اللي سويته بالبداية تكتبوا لي بالتعليقات انه استمر عليه حتى اخليه بكل الفيديوهات الخاصة بماينكرافت، بأي سلسلة وبأي شيء يخص ماينكرافت اخلي هذا الانترو. ملاحظة اخيرة بالنسبة للانضمام للسيرفر، حاليا احنا ما مفكرين انه نضم اي احد للسيرفر، بس بالعطلة راح نشوف الشباب من خلال فعال يعني نكشوا راح يكونوا متفرغين بعد الامتحانات، راح نشوف انه راح نحتاج بعد نضيف لاعبين اضافيين او ما نحتاج. طبعا اهم شيء اللاعبين انه يكونون يعني فكرنا انه نضيف لاعبين، اهم شيء يكونوا ملتزمين بقوانين السيرفر وملتزمين بكل اللي نحدده للاعبين، وبنفس الوقت إن اضافه لان كونهم محترفين بماينكرافت. ما نعرف لحد الان ما مقررين انه قد يكون يوتيوبر ويكون عنده عدد مشتركين معين او لا، لكن ما محددين لحد هاللحظه، لكن ان شاء الله راح نبلغكم باقرب فرصه.
وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم ونلتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة من سيرفر أراق أمسي. تحياتي لكم ومع السلامة.